هناك مستثمرة على مستوى ولاية الجلفالي تقريبا تمول أغلب الولايات اللي تباشر الاستثمار في مجال تربية المائيات، خاصة بالنسبة للسمك البلطي أو ما يطلق عليه سمك تيلابيا. مهم جدا بالنسبة إلينا هو التحكم في المدخلات. الحمد لله الآن بالنسبة لشعبة تربية المائيات في المياه العذبة بصفة خاصة تيلابيا متحكم فيه من ناحية المدخلات صغار السمك والأعلاف. الآن نباشر عملية التسمين أو عملية إيجاد يعني المنتوج. نحن الآن بصدد مباشرة تجسيد استراتيجية القطاع في هذا الجانب. تقريبا على مستوى كل الولايات نحصي هذه المشاريع اللي تدخل في إطار الاستراتيجية التي كما تعلمون نطمح إلى نهاية سنة 2024 تحقيق 12 ألف طن ما بين المياه العذبة والمياه البحرية، ونطمح إلى سنة 2030 تحقيق 100 ألف طن أيضا بالنسبة للمياه العذبة 60 ألف طن. هو طموح كبير لكن كاين مشاريع مجسدة وستعرف التجسيد مع الوقت يعني خلال هذه السنوات. السيد الوالي الولاية مشكور قام الآن بتخصيص ثلاث مناطق لتربية المائيات على مستوى الجلفة، على مستوى عين والسارة، وعلى مستوى مسعد، وإن شاء الله راح تكون يعني انطلاق يعني العملية اللي ممكن تعمم فيما بعد على مستوى الجلفة، يعني على مستوى دوائر أخرى على مستوى الولاية. حتى الصيد البحري لأن أمر يمس على المستوى الوطني، لاحظت مؤخرا كان أول مرة تشارك الجزائر في قضية سفينة تفتيش على المستوى الدولي لأول مرة في إطار حملة صيد التونة الحمراء. عندنا سفينة اللي تابعة لمركز البحث العلمي البحث وتنمية صيد البحر، هذا مركز البحث الموجود في بوسماعيل. لأول مرة الجزائر تشارك بسفينة اللي فيها 40 متر في عملية تفتيش على المستوى الدولي لمختلف السفن التابعة لولاية أخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني تقريبا هو اعتراف أيضا بالمجهود تاع الجزائر في هذا الجانب. في الشهر الأخير كان أيضا الجزائر لأول مرة أيضا صعدت للمستوى الأول في قضية المحافظة والالتزام بتعهدات فيما يخص استدامة الصيد البحري.